وول اوف فيم مع ممثلة عندها يعني محل عند الجمهور وبقلب الجمهور اللبناني والجمهور العربي كمان بكثير من الأدوار، إن كانت أدوار مضحكة ولا أدوار درامية ولا أدوار تراجيك كمان، وعلى المسرح كمان وبالسينما وبالمسلسلات دائما عندها هيك نسمة خاصة. أهلا وسهلا فيك جريت تعون. ميرسي كاتيا، ثانك يو. فعلا دائما يعني هيك بتعلقي بالمطرح، بتعلقي بأذهان بذهن المشاهد. على المسرح عندك مطرح كثير حلو، والمسلسلات والسينما طبعا كمان، ولكن واضح قد ايه من قلبك بتحبي هالمهنة. عن جد من قلبي، وبعدني مصرة بدي كمل، ما بدي استسلم بالوقت يلي انا بعتبر انه ما حققت 1% من طموحاتي. جريتا ممثلة مخرجة حاصلة على دراسات عليا بالتمثيل والإخراج وماستر بإعداد الممثلين كمان، يعني هالقد عم تتابعي الدراسة بالتمثيل لأنه هالقد الشغف كتير كبير، وبس الظروف صعبة على الدراما بلبنان، منا هيني أبدا، بس كمان بالرغم من كل شيء مكملين. صح، لأنه أنا ما بقدر لاقي حالي برات هالمهنة، هاي المشكلة عندي. جربت كذا مرة، فكرت أنه لازم لاقي شيء ستابل لإلي، ما قدرت، ما لقيت حالي. خبرينا اليوم عن عاطل عن الحرية، اليوم رح نشوف بعض المشاهد منه، أنت شاركتي بأكثر من حلقة. نعم. كنت سعدة على 3 أجزاء، وبعدين يعني غير دور كمان رح نحكي عنه بعد شوي، بس سعدة أخذت كثير عند الجمهور 100% اللي أدت دوره رندا كعدة، أنا بوجه لها تحية كثير كبيرة وأبدعت. نحن مرقت سعدة عنا، وكنت من الشخصيات اللي بمسلسل سعدة. ايه صح. نعم، خبرينا عن هالشخصية. عن بسعدة، بحلقة سعدة الشخصية. بدي أقولك شغلة كاتيا، قبل لما قريت أنا النص كتير لقيت صعوبة استوعب شخصية سعدة، أنه قديش هالمرة انظلمت وقديه فعلا سلبت منها حريتها. هي قصة لا تصدق، يعني فعلا لا تصدق تكون صارت على أرض الحقيقة. والله أنه سلبت منها حريتها لمدة 50 سنة، وخاصة بس تعرف أنه لما ماتت هي السبب الأساسي أنه نقص بالفيتامين دي، يلي هو يعني ما عم تتعرض للشمس مينيموم، هيدا الشيء ما بيتصدق. ففعلا كان صدمه لإلي انه استوعب الفكره. وبالتصوير كان عندنا صعوبه كمان، لان حسينا دائما سعدة انه موجوده معنا، وكنا كثير حريصين انه نقدر نوصل الصوره المضبوطه اللي لازم توصل للظلم والاجرام اللي تعرضت له هيدي المره، حتى نساهم انه العداله، وحتى نساهم بانه القرار النهائي يطلع ويكون عم ينصف سعدة مثل ما هي طلبت. وللتوعية انه هيدا مش وضع عادي، يعني مش وضع مقبول ابدا مش مقبول. بس اسمحي لي كاتيا، هون ما في ما وجه تحيه كثير كبيره لمعد البرنامج عاطل عن الحريه والمقدم البرنامج سمير يوسف، تحيه كثير كبيره له، عم يشتغل فعلا شغل كثير طبعا حلو. شابو بالا سمير للجهد الكبير اللي عم بيقوم فيه وللنجاح اللي عم بيحققه واصراره للشيء اللي مآمن فيه. طبعا تحيه كبيره للمخرج توني نعمه اللي الشغل معه كان اكثر من رائع، وللزميل الكاتب ميشيل أضباشي، ولكل الكرو اللي كلهم عم يشتغلوا بايد واحده وقلب واحد. تحية لهم، لانه في رساله كمان 100% مش بس دراما 100% صح، في هيدي الدراما يلي هدفها توعوي، هدفها كمان انه كل انسان بلكي بيمرق بهالبرنامج يوصل لحقه بطريقه من الطرق. 100% هون الصعوبه طبعا، لانه يعني في متابعه، يعني البرنامج مش بس دراما. بس تقبلي دور هالقد قاسي هالقد، يعني بيقدر يكرهوك الناس من وراه؟ ايه انا ما عندي مشكل ابدا، بالعكس. ورح اقول لك شغله كاتيا، وين صعوبه هيك ادوار؟ انه انا بدي ابني هالشخصيه، ولا انا الشخصيه الاساسيه الحقيقيه ما بعرفها، لانه عم بيصير كل القصص بسريه تامه، فنحن ما بنعرفهم حقيقه هول الاشخاص. فانا عم ببني شخصيه من خلال كل شيء عم بعرفه من النص، من خلال كل المعلومات اللي بعرفهم من خلال النص، فهذا الشيء كتير صعب. فأنا بقدر أشتغل على البوستير تبعولها، لأنه بشوفها أنه هي حدا مرتاح، كانت حدا معه مصاري، بيشتغل من جوا، قد هي إنسانة قوية بلا أخلاق بلا قلب. أنا هول بهموني يوصلوا حتى فرجي مدى البشاعة. هي مش قوية، هي قاسية وجاهلة، وهي لأنه كمان نتيجة تربية، ما هن أهلها اللي بلشوا هيك، وهي انجرت بهيدا الشيء. أنا بهمني وصل هالصورة
أكثر من أنه بهمني إذا حبوني الناس أو ما حبوني، أنا بهمني كون صادقة 100%. من بعدها كان عندك دور مختلف كلياً. أيه. حبيتيه كثير هيدا الدور. لا اثنيناتهم حبيتهم كثير. انا بدي اقول لك شغله كاتيا، انا حسيتك انبسطتي بالدور. لا لا لا، انا مشاركتي بعاطل عن الحريه، لانه انا اول مره حضرته للبرنامج من الموسم الاول للموسم العاشر، انا ما وقفت ملحقته كله كله كله، ما في حلقه ما بتفوتني، فانا معجبه جدا بالبرنامج ومشارك ببرنامج هالقد انا بيعني له وهالقد هادف واجتماعي. اكيد انا بنبسط يعني باثنين انبسطت. شو كان تاني؟ اللي بكون تاني ابني دروجي، بكون ابني بيتعاطى مخدرات، وبدي اقول شغله هون غير مسني بغير طريقه، لاني انا ام. لما قريت النص تاثرت، لانه حسيت انه هالام اللي مات جوزها وابنها عمره 5 سنين وبس عندها 3 اولاد، يعني عندها 2 غيره لفادي، انه كل همها بدها تشتغل ومش عارفه قديه بدها تشتغل ليل ونهار تتامن لهم كل شيء، وخايفه كثير على فادي بالاخص لانه صغير العائله، بقوم اكثر واحد بيخزلها بنقطة ضعف بيتعاطى المخدرات. هذا الشيء كتير أثر فيا، أنه هالمرة عاشت عذاب طويل عريض وضحت كرمال أولادها وقامت كمان تعذبت وبالآخر مرضت وماتت. فهيدي المرة يعني أنا بس حضرت فادي الحقيقي، لأنه نحن ما بنعرف شيء عنهم، شفت قديش هيك صادق وشفاف، وقديه بقول أنه نهار اللي بدي أتعالج بدي روح أقبر أمي زورها. لا طوليت أوكي، بس أنه أثر هذا الشيء كتير فيي. أكيد. خلينا نشوف مشهد من عاطل عن الحرية ونرجع. أكيد. يا تقبر قلبي شو اشتقت لك. شو حلو الصف، بس الملعب كمان حلو، في مراجيح وزحلايطة. لازم تظهر وتلعب مع أصحابك. ما تزعل مني لأنه ما قدرت أجي على حفلة عيد الأم، بس كنت كتير مشغولة. ما نسيت هيدا النهار، بس ما قدرت اجي. شوفي شو رسمت لك. شو؟ فرجي. شو حلوة هالرسمة. تقبر قلبها للماما. كل يوم بيمرق علي وما بشوفك بنقهر وببكي لحالي. معلش يا ابني.
تطول بالك علي كمان. معلش يا ابني طول بالك علي شوي بس كرمالي. بكيتينا جريت. وانا كمان كنت كثير مأثره، كان فيه كثير بير احساس يعني. بس بترجعي تحضري هيك مشهد انا كمان بتاثر يعني، هو اثر كثير بالناس بس انا كمان اثر فيي هالقد، قدرت اديه بهالقد صدق. هيدا يعني بالدراما دائما لازم يكون في هيدا التعبير الصادق، بس كمان بس نشوفك عم تمثلي بهيك دور بنحس اكثر من صادق، بنحس عم تحسي مع هذه الام بمطرح ما كانت 100%. وانا بشتغل كثير 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 تفاصيل، وكيف اذا كان العاطل عن الحريه دوبل، لانه عاطل عن الحريه انا بالنسبه لي مسؤوليه كبيره لكل ممثل، لانه هي امانه بين ايدينا، في وثائق موجوده اذا الشخص مات، في عائلته في قرايبينه في المحيط تبعه عم بيتابعك، فاكيد بكون حريصه كثير انه جرب قد ما في قرب للشخصية الحقيقية حتى لو ما بعرفها. رح نشوف بعد شوي شخصيتك بسعد اشكن اسمها الشخصية. ما في يقول لأنه حطوا لنا زمور، أستاذ سمير قال أنه رح نحط زمور حتى يطلع القرار النهائي، ساعتها فينا نكشف على الأسامي لأنه بتكون تحطوا الاسم الحقيقي. خلينا نشوف إذا ما ماتت بالسم رح وقع شي بالكباية. وقفة وقفة مريم، فوتي كفة الطبخة. خلصتيها؟ عملتي الخبزات؟ ايه بس بعد في البصل والخل وبتكون خالصة جاهزة. خلصي كل شي وحضري الطاولة. يلا دقيقة وبتكون الطاولة جاهزة. شو عملتي؟ روحت علينا الفرصة. ما قدرت اتحمل فكرة انه صير مجرمين، بنقتل انسانة بريئة. تفضلي يا ام افكار، شو بدنا نعمل هلا؟ ليه ما بنحطها بمأوى للعجزة؟ هيك بتكفي حياتها هونيك، بس تموت بترتاح. ضميرنا مرتاح. النظرة بعيونك جريتا، يعني بصير الواحد يقول كيف ما بتعرفي هيدي الشخصية، أو كيف مش يعني معمقة فيها، يعني ما بتعرفيها شخصيا. ايه عن جد، بس أنا كتير 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 بقرأ بين الجمل، يعني بدي جرب اخلق ابني هالشخصية. انت بتصدق الشخصية بحد. بصدق وبصير بحلل كتير كل جملة، ليه تصرفت هيك، ليه عملت هيك. هي بتفرق بينه وبين سعدة بس سنتين، بس سعدة الصورة الحقيقية بتبين عمرها ب80، هي كانت ب62، ونحن في فرق كبير. فإذا قدي هن قدي هالبنت كانت مرتاحة وقدي منيح كمان، بتبين مية، يعني بده يبين كل شيء. فبركبهم تركيب، يعني كل شغله بلاقيها بالنص، في تحليل كل الوقت، كل الوقت تحليل تقدر ابني هالشخصيه. برامج توعويه هيئتها كثير يعني بتعز على قلبك. ايه كثير بهمني هيدا الشيء. بتعرفي ليه؟ لانه من خلال هيك برامج انت عم تتعلمي من خلال اخطاء غيرك، وعم بتخليك
تطرح عدة أسئلة، يعني مثلا بيعاطل عن الحرية بتصير تقولي معقولة بيصير في هيك سرقة البيوت، أو معقولة شو محترف بتزوير المصاري، أو أنا ما بقدر أنسى هيدا المشهد إنه كيف قدرت وسقت ببيع على الطريق وقدرت فوتته على البيت وعم تشرب قهوة معه وصار كتير قريب منها للحظة إنه اغتصبها وسرقها، وأكيد من بعد ما قتلها وما بنسى شكله سوري مثل الكلاب، يعني عمل شيء على السجادة ورجع أشر الموزة وكبه على الأرض أو محل تاني بتطلع بشيء، وبصير أقول إنه هالصورة كيف بدها تروح عن بالي إنه الشخص قدر اغتصب بنت عمرها 15 سنة من بعد ما قتلها. قد ايه الإنسان بيقدر يكون وحش؟ وقد ايه في عقد، وقد ايه عن جد يعني هيدول البرامج كتير مهمة يتضوى عليهم، لأنه كل قصة بتعلمنا، كل قصة بتخلينا نتأثر أكتر وأكتر فيها لأنها القد حقيقية. دراما المسرح الكتابة كلها يعني بدها توصل لهيك مطرح حتى اللي تكون عم بتقول شو عم بيصير بهيدا العالم من مقاسي بس كمان من أشياء حلوة. صح. كمان من نضوي عليها المسرح وينك منه؟ هلأ أنا المسرح كتير اشتقت للمسرح وبتمنى يا رب يا رب يعني قريبا أقدم عمل مسرحي، بتمنى لأنه كتير اشتقت. أنا كتير مبسوطة بجيل كبير مناضل ومستعد وبقى مصر أنه يقدم مسرحيات بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، عم بيقدموا مسرح في ناس أنا بعرفهم مخرجين بقولوا لك ما بنقدر نعيش بلا مسرح، وهون مش قصدهم القصص المادية لأن هن عم بيحطوا من جيبتهم لحتى يقدموا مسرح، هن بس كل همهم يعبروا عن مشاعرهم وعن أفكارهم ويحطوا كل شغفهم بعمل مسرح ويساعدوا الآخرين أنه يعبروا، يعني كمان كل واحد بيطلع على المسرح في مشاغل وعم يعطي فرص عمل عن المسرح حتى اللي يعطوا فرص أول شيء يشوفوا موهبهم بس حتى يعبر عن حاله الإنسان 100%. بس بمحل تاني في نقص كبير بالمسرح، أنا بزعل إنه أساتذتي الكبار أنطون لطيف وملتقى وينهم من المسرح، اشتقت زياد الرحباني بشوفه يا عم بقول كيف هالعبقري ما عم بيعمل مسرح، وأنا أكيد إذا عمل مسرحية كل الناس رح تحجز بس تعرف إنه عم بحضر. في كتير مسرحيات، المسرحيات الكبيرة نحن بنستفقد لها، نحن المسرحيات عن نطاق الصغير إيه عم بيكون في كتير نشاطات، بس بالمقابل التياتر الفودفيل والقصص الانتاج الضخمه نحن عم نستفيد لها. مسرح جورج خباز بتمنى انه يرجع المسرح حاليا مثل ما كان. فينا نقول انه الظروف كتير صعبه، كتير صعبه لانتاج مسرحيات. صح. بس يعني قدام لبناني مناضل وقدام مستعد هيك لاخر رمق ما يستسلم، اكيد بحب الحياه اللبناني. صح. كيف ما كانت بتقولوا بالعرض بده يعيشها. السينما، سينما شاركتي بأكثر من فيلم. أيه. وكانت مشاركات كتير حلوة وأفلام أخذت يعني ضجة. أيه. عند الجمهور اللبناني. صح صح. اليوم ما في مشاركات سينمائية؟ لا هلا ما في، يعني بعد ما انعرض علي، بس ان شاء الله يا رب، لانه انا كمان غير شي سينما. ايه ايه غير تكنيك بالتمثيل كمان، لان كل وحده تكنيك شيء بالتمثيل، وهي التاثير على الممثل كمان مهمه لانه الناس عم بتروح وعم تقصدك تشوفك على شاشه كتير كبيره، فتاثيرها غير يعني اكيد حلوه، تجربه كمان مميزه بالنسبه لإلي. درستي إدارة ممثل أعداد؟ نعم. ممثل أعداد ممثل نفس الشيء إدارة وأعداد ممثل. ما هو بدك لأنه بدك تدري يعني بدك تكون عادة الشخصية كتير منيح. أدي أعداد الممثل شغلة كتير أساسية ومهمة، وأدي بتريح هالممثل بشخصية اللي بيكون أخدها. كأنا لإلي يعني كممثلة مش لحدا غيري. اثنين سوا بما أنه أنت بتشتغلي كمان. لإلي أكيد بتريحني كتير، بس أنا مش معناتها إذا أنا درت أقدم ممثل مني بحاجة لحدا يعطيني ملاحظات من برا. بدك نظرة من الخارج. أكيد، لأن أنا ما بشوف حالي، أنا إذا بشوف المشهد دغري ببرش حالي مثل ما بيقولوا، فبس أنا ما بشوف حالي، فبحاجة دايما لنظرة تانية عم بتراقبني تتوجهني، بس أكيد أهيم بكتير لأنه أنت بتعرف ديجا تعد الشخصية من برا دقائق زاد من برا لجوا، يعني أنا في إجي على السات حاضرة من كل النواحي، إذا أكتينج كوتش كان موجود وعم بيعطيني ملاحظة رح أفهم عليه بسرعة، رح أفهم شو بده، رح أقدر أعطيه اللي بده إياه أكيد. وبس في ناس إذا أنا جيت مرنت أشخاص طلبوا مني أنه مرن أشخاص الباص تبعه ما عندهم منهم ممثلين كتير صعب، كتير صعب ما فيك تعملي ممثل، أنا ما في أصنع ممثل أبداً.
بس أنا في ديرة، في وجهها، في وعية على قصص. التمثيل فكر عقلية شخصية نفسية ولا تقنيات؟ التقنيات لحالها أكيد ما بتكفي، وإلا بتطلع فيك والناس ما بحبوك. هي باكج من كل هالقصص. يعني في بروفيل ممثل، إيه؟ شخص بيقدر يكون ممثل وشخص ما بيقدر حتى بالتقنيات اللي أنا بعرف في ناس درسوا 4 سنين بالجامعة، بقول حرام ضيعوا وقت الكرمال شو، ما هني أصلاً ما عندهم الباز وما اشتغلوا حالهم. التمثيل كتير كتير بتطلب منك مجهود، ودايماً بدك تسابري، ودايماً بدك تشتغلي تطلعي حالك بكادر جديد الناس ما شايفينه. إذا بتكرر حالك، إذا بتقولي يلا يلا بحفظ عسات ويلا بطلع كيف ما كان، ما هو كله ببين. وقد ايه بتشتغلي تفاصيل قد ايه ببين على الشاشة وقد ايه الناس بقدروك. 100%. جريتا انبسطنا كتير فيك اليوم، شكرا لوجودك معنا. أنا انبسطت. نتمنى نشوفك بالمسرحيات، بأفلام وبمسلسلات كمان. نتمنى أن الدراما اللبنانية والمسرح اللبناني يكونوا بخير إن شاء الله، بالرغم من هذه الظروف اللي عم نمرق فيها، لأنه هيدا أساس، يعني نحن سقفتنا أساس بحياة اللبناني وبصورة اللبناني وين ما كان. 100%. مرسي كتير، أنا اللي كتير انبسطت وتشرفت. أهلا وسهلا فيك جريتا عون، شكرا لوجودك معنا. وقفي هلأ ونرجع منتابع.